الجزائي مو خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول والأوسط والأخير والظاهر والباطن كتاب الله. فإذا لم نستطع أن ندافع عن كتاب الله، احفظوا هذا الأصل عني، والله لن يسلم لنا شيء. فعليكم بكتاب الله. ولهذا رسول الله الخطبة المعروفة: إذا التبست عليكم وكذا كقطع الليل المظلم فعليكم ماذا؟ مو بسنتي، عليكم ماذا؟ بالقرآن، عليكم بالقرآن. هذا هو الذي يحفظنا، وهذا هو الذي يستطيع ماذا؟ أن يدافع عنا، بشرط أن نستطيع أن ندافع عنه. جيد.